سنستكمل تشريعات الإصلاحات ونصحح كل ما يحتاج إلى تصحيح، سنحمي الحقوق الفردية بالكامل وسنعيد ثقة الشعب في نظامنا القضائي. הטלת תפקיד הרכבת הממשלה על חבר כנסת שנאשם בעבירות על טוהר המידות. يريد نتنياهو أن يقرر من يكون المدعي العام في محاكمته وتحديد هوية القضاة الذين سيبحثون في استئنافه. الله الله شوفوا أقول لنتنياهو إذا استمريت في الطريق الذي تسير فيه فإن المسؤولية عن الحرب الأهلية التي بدأت بالوصول إلى المجتمع الإسرائيلي ستكون عليك.